نحن نشغل بالنا فقط بإسقاط بقية أفراد العصابة اللي على رأسهم محمد مرسي وخيره في الشرطة العالم. أنا غير مشغول على الإطلاق لا بمبارك ولا بمحكمته. أنا مشغول مبارك كان واحد من أفراد عصابة كبيرة، جزء منها الإخوان وجزء منها العسكر وجزء منها مبارك وغيره، مشغولين بإسقاط بقية أفراد العصابة ثم بعدها سنحاكمهم جملة واحدة. مبارك قبل كده حسن حبس وعذب حسن مصطفى مرة واثنين وثلاثة ولفاء القضية واثنين وثلاثة عشان كان بيطالب بحقوق الناس الغلابة. مرسي لان زيه زي مبارك ولانه مجرم زيه ولانه قتل وسرق وظلم عشان السلطة زيه فبرضه بيظلم وبيلفق لحسن مصطفى. حسن مصطفى محكوم عليه بسنتين سجن والتهمة ان خد وكيل نيابة احمر، وكيل نيابة مجرم زيه زي كتير من المجرمين اللي على راسهم طلعت عبد الله النائب الخاص للاخوان النائب الخاص لمحمد مرسي لف قضيه لحسن مصطفى واتهمه زور بالاعتداء عليه. حسن مصطفى النهارده في السجن وكل رموز النظام السابق بياخدوا براءات وبيقعدوا في بيوتهم وفلوسهم اللي هي فلوسنا رجعتهم تاني.
شباب الثورة والالاف من المصريين الغلابة اللي فكروا اللحظة يقولوا كلمة حق مرميين في السجون وبيتداسوا بالجزم وبيتعذبوا وبتنتهك اعراضهم وحقوقهم. ومبارك وحارس خيرة الشاطر وخيرة الشاطر نفسه ومحمد مرسي وميليشيات الاخوان اللي قتلت الشباب في الاتحادية وكل اللي اجرم في حق البلد دي وفي حق الغلابة وفي حق الثورة، يا اما قاعد في قصر الاتحادية يا في المقطم يا في لندن يا في دبي. المهم ان المجرمين عايشين عيشة الملوك والاحرار والشباب.